أول خبر معنا النهاردة إعلان النادي الأهلي عن الراعي الخامس للفريق بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي شركة شل اللي بتتعاقد مع الأهلي لمدة 4 سنين، وبيجي التعاقد ده بعد التعاقدات مع الأربع شركات السابقة اتصالات مصر الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي بنك أبو ظبي الأول مصر وشركة جي ال سي للدهانات وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. يعني ربنا يكتر من رعاتنا. والحقيقة خلينا نقول إنه أي شركة تتمنى إنها تكون راعي للأهلي بكل تأكيد. تاني خبر معانا بقى هو تعادل الأهلي مع فريق سان داونز بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين امبارح على ملعب السلام في منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، علشان ياخد الأهلي نقطة واحدة من المباراة، وفي انتظار إن شاء الله المباراة الجاية يوم السبت الجاي مع القطن الكاميروني. يعني عايزين نقول يا هند ان فعلا زي ما انت قلتي لسه الامل ما انتهاش، لازم نكسب المباريات اللي جايه، مفيش مفر من الفوز باذن الله. نروح بقى لفوز الفريق الاول لكره الطايره الرجال بالنادي الاهلي على فريق الوكره القطري في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين امبارح ضمن منافسات البطوله العربيه للانديه، واتلعبت المباراه على صاله استاد القاهره الدولي، وقدم فيها رجال الاهلي اداء قوي جدا خلاهم يحسموا الماتش بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط واحد علشان يحققوا فوزهم الخامس في البطوله. من الفرق المحلية لمنتخب مصر للشباب اللي للأسف خسر امبارح خسارة سيئة ومهينة من منتخب السنغال بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت بين المنتخبين باستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة واللي بتحتضنها مصر. وخلينا نقول انه بالنتيجة دي بيتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة علشان يخرج ويودع البطولة رسميا